زيرو اذا بقى مثلا بقى سوي يعمل مثلا زيرو اذا هاد الزيرو اللي غادي يعمل قال مثلا ديغرادي هيدا والنهار تاع ديغرادي ما تحش النقطة اذا الطريقة اللي غتجي الطريقة هي شحال الطريقة السهلة اذا شنو غادي نعمل اذا قبل ما غنضربو هنا الزيرو هيدا اذا شنو خصني نعمل غنجي هنا لاحظ شنو غادي نعمل شوف لاحظ نحط راسي هكا اذا ملي غادي نتراسي مثلا بحال هكا هكا موراها شنو غادي نعمل نمرة رقم 1.75 نحط 1.75 بحال اللي كتشوفوا بالطريقة هكا اذا كنحدد بحال اللي كنطلع فيها شحال سنتيم هكا هكا موراها كنعملو 0.75 ديك الساعة كنزولو إذا هاد الزيادة هادا هاكا مع صاحبو إذا هاد الطريقة إذا هذه هي أحسن طريقة ديال الفينيسيون هذه الطريقة ديال الفينيسيون اللي كتشوفوا طبعا إذا الطريقة اللي عملت دابا ها هي هذه هي الطريقة ديال أسرع هذه الطريقة شيا خمسة دقائق كتشوف الزهرة ها هي سريعة ها شيا إذا الطريقة هذه ما كديش شنو ما كديش تصلوا عاود في الطريقه اذا شنو غادي نعمل عاود في جهه اخرى في الطريقه ها هي اذا قبل ما غادي نضرب مثلا زيرو شنو غادي نعمل عند راسي مثلا الساعه كنزول مثلا هاد الزياده موراها كانوا مثلا 1.75 ها هي حتى تطلع فيها سنتيم موراها تطلع فيها واحد الخيار إذا هاد الشعر اللي كيبقى لي مفوخي كنعملو نمرة اللي هي جوج خمسة هي هادي هاهي إلا لقاش الخيار كنعملو الخيار هذا إذا لاحظ الخيار كنطيحو مثلا باهي نطيحو مثلا الخيار هكذا هكذا كيبقى لي هاد الخيار هذا باهي 0.75 هايا باش اذا كان شي خيار شي حاجه كنزيدو شنو كنزيدو نطيحوها مره باش كيبقى لي هاد الشعر هذا مبياش مشطى الطريقه اللي هي مشطى ونقص هاد الخيار هذا اللي كيبقى لي فوقي مشطى غير تبدا نمره كبيره راه مزيانه تما تقدر تعمل مثلا نمره اربعه ولا نمره خمسه عادي تعلم غادي تطيحها الحق ملي كتعلم تطيحها مشطى
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.